علاش؟ لأن الجماعة أو رئيسها أو الأعضاء هما اللي عندهم فقه سياسي ديال المدينة، وهما اللي متبعين الحمد لله السياسات ديال الديمقراطية والدستورية، وهما اللي كيفهموا السير ديال المجتمع المدني. يجي واحد اخر يفرض علينا باش هو يسير، هذا محال. نقطة هي هاد الشركة هادي ما سمعناش عندها شي ديسم، شركة الوطنية ما سمعنا حتى شي ديسم ديالها، ما سمعناش ديسم ديالها، ما عندها شو والله شولة هذا ما كاينش. سيد الرئيس الله يجزيك بخير، حنا اللي غنسيو وحنا اللي غنسيو، ما كرهناش حتى هذوك الحافلات اللي يسيروهم ولاد البلاد ويصدقوا الاولويات ديال الناس المحطه قدام، هادو هما الاولويات اللي هذا هو الحضور. ماشي يجي واحد مثلا عنده الفلوس يبكي عليه بزاف ويقول لهم بلاش، خص يكون توازنات بين هادو وهادو. علاش؟ الحمد لله جمعيات عندهم تا هما فكر، نقابه عندهم تا هما سيس بلدي، راه خصك عاد تغطوا ولا بعدو يكون واحد المظاهره وتكون واحد الشهر في المحطه ويخدم حتى واحد يخدم. أنا خاصكم توازنات ديال هاد العمل. وشكرا صادرات. شكرا مع عمرك الإسلام الأول. شكرا لك الله يجزيك خير. هي مع عمرك سواء كان غادي يكون طارق ديالو باش تختار تحكم أو طريقة اللي وصلنا بها دابا، أن الشركة كتحفل أو عندنا شي علاقة مع هاد الناس اللي هما موجودين. يغوا في المحطة القديمة، ما عندها حتى علاقة، دائما العلاقة اللي هي مباشرة مع الناس ديال المحطة هي باش تعمل جميع الطرق اللي غتعمل، زعما نعطيوها مثلا مع الطلب بالحلول، وهي قبلت معنا حتى الحلول اللي كنا كنستعملوها، قبلت مع الحلول اللي عملناها حتى الحلول. حنا دابا اللي تأخرنا في الجلوس معاهم، سمعنا منهم، وغادي يكون واحد لقاء معاهم، أخيرا في المجلس كامل، قلت لهم إن شاء الله كاين واحد الجبال